بالتأكيد مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي بتشغل بال كل الرأي العام الأهلاوي ولا التونسي، كل متشوق لرؤية هذه المباراة، وبالتأكيد مش هيكون معنا أفضل من الإعلامي التونسي الزميل العزيز بديع بن جمعة عبر السكايب من الدوحة عشان نتكلم معاه على هذه المباراة ورؤيته وجاهزية كمان اتحاد المنستيري لمواجهة النادي الأهلي. زميلي العزيز بديع بن جمعة، تحياتي ليك، يعيشك. مساء النور محمد، تحياتي ليك لكل الأهلاوية من خلال شاشة قناة الأهلي. سعيد جدا دائما كما تعودنا بالتواجد في مثل هذه المناسبات الكبرى التي تجمع بين الأهلي والأندية التونسية. تعودنا عن أن الأهلي يواجه الترجي، يواجه النجم، يواجه الصفاقسي، يواجه الإفريقي. هذه المرة منافس جديد من تونس. الأهلي نتحدث عن فريق تألق في السنوات القليلة الماضية، هو الاتحاد الرياضي المنستيري. كيف ترى هذه المباراة و آخر استعدادات فريق الاتحاد المنستيري؟ بالتأكيد أبرز لاعبي الصحف التونسية وحديثها كمان عن هذه المواجهة المنتظرة. هي بلا شك محمد ما أنه يتواجد فيها الأهلي كطرف وفريق تونسي في الجهة المقابلة في هذه الحالة، تحدث عن الاتحاد الرياضي المنستيري، هي قمة هذا الدور من المسابقة الأفريقية تشامبيونز ليج الأفريقي في دوره الـ 32. مباراة أسالت وستسيل كثير من الحبر في الايام الماضيه في الايام القادمه في انتظار انطلاق مواجهه الذهاب يوم الاحد المقبل في ملعب مصطفى بن جلال في المنستير. ننتظر منها الكثير، خصوصا وان الاتحاد الرياضي المنستير يبقى احد ابرز الانديه في تونس في السنوات القليله الماضيه مثل ما قلت من لحظات، حتى ان قمنا باسقاط ربما عن الحاله المصريه والحاله التونسيه يمكن ان نشبهه بنادي بيراميدز الذي يتالق في السنوات الماضيه كذلك وظهر بشكل لافت في الكره المصريه في السنوات الأخيرة. الاتحاد الرياضي المنستيري لا يملك ربما الإمكانيات المادية الكبرى لبيراميدز، لكن بحوكمة رشيدة لإدارته ورئيس النادي في السنوات الماضية، بالإضافة إلى تولي عدة مدربين متميزين أبرزهم وأخرهم فوزي البنزرتي قبل أن يغادر ويحل بديلا عن المدرب الصربي الفرنسي داركو نوفيتش، فإنه الاتحاد المنستيري يمكن القول أنه لن يكون لقمة سائغة أمام الأهلي المصري. صحيح أنه لا يملك خبرة كبيرة، صحيح أنه سيخوض أول مواجهة ضد الأهلي وهو الذي دخل لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال خلال المواجهة الافتتاحية أو المواجهتين الافتتاحيتين في الدورة الماضية أمام الجيش الرواندي عندما خسر 1-0 ثم فاز 2-0 في تونس. فإنه المباراة أعتقد أنها تعد بالكثير وأنها لن تحيد على تاريخ مواجهة الأهلي مع الأندية التونسية في السنوات الماضية. طيب، من وجهة نظرك أو المعلومات اللي عندك، إيه أسباب إقامة المباراة الساعة 3 العصر بتوقيت تونس؟ رغم إن جرى العرف دايما كل مباريات الأهلي مع الفرق التونسية يمكن أكثر من 90% المباراة كلها بتقام في الليل في المساء. هو هذا صحيح، خاصة أن ملعب مصطفى بن جلال يتوفر على عامل الإضاءة وهو من الملاعب القليلة في تونس. للأسف أقول هذا لأنه في مشكل ملاعب في تونس، من الملاعب القليله التي يعترف بها الكاف كملعب بامكان ان تدار عليه مباريات ضمن المسابقات الافريقيه وحتى المنتخب الوطني التونسي، حاله كحال ملعب رادس. استمعت لتصريحات مسؤولي الاتحاد الرياضي المنستيري الذين برروا ذلك بانه الملعب لن يكون جاهز بشكل كامل لاستقبال المباراه في المساء، لكن لا خوف على اقامه المباراه في الظهيره ما بعد الظهيرة بقليل انطلاقا من الساعة 3 بتوقيت تونس تحديدا مدينة المنستير، الساعة 4 بتوقيت القاهرة، بالنظر لأنه حالة الطقس كما نعلم الآن الأجواء خريفية في تونس، دخلنا في وابتعدنا عن الحرارة التي عادة ما تعرف بها تونس في شهري سبتمبر وأغسطس. يمكن القول أنه الظروف ستكون ملائمة للاعب كرة القدم، خصوصا أن الاتحاد الرياضي المنستيري تعود على كل مبارياته تقريبا في نفس هذا التوقيت، يعني الساعة 3-4 الساعة 2 بتوقيت تونس. واعتقد ان الاهلي المصري يملك من الخبرة الكثير حتى يتجاوز هذا العامل، لا اعتقد انه سيكون مؤثر، بالعكس كما قلت لك منذ لحظات وانه حالة الطقس ستكون مثالية للعب كرة القدم، ونحن في تونس نقول طقس سيكون طقس كورة في هذا التوقيت قروي. هل تتوقع حضور جماهيري يعني اتحاد المنستيري من الفرق التونسية اللي عندها شغف من حيث ان الجماهير هناك بتحضر كل المباريات، في حضور كبير لهذا الفريق في مدينه المنستير؟ بالفعل رغم انه القاعده الشعبيه لاتحاد المنستيري لا يمكن ان تضاهي القاعده الشعبيه للترجي للافريقيا او النجم الساحلي او حتى النادي الرياضي الصفاقسي، لكن يبقى
هذا الفريق فريق المدينه، فريق مدينه المنستير. للاسف لن يكون الملعب ممتلئ عن كامله بالنظر للاحترازات الامنيه التي نعيش فيها في تونس منذ سنوات عديده، يعني بعد الثوره. حسب المعلومات، وهذا رسمي، اليوم تم الانطلاق في بيع تذاكر الخاصه بقمه الاهلي والتي حضرت المنستيري. 8000 شخص سيكونون حاضرين في هذه المباراه، 8000 تذكره. شيء ايجابي والرائع صراحه، خليني انا نقولها، هو انه الاتحاد الرياضي المنستيري قام ببادره اكثر من رائعه وتم تناولها في وسائل الاعلام المصريه المختلفه، وهو تخصيص تذاكر لجماهير الاهلي بالمجان. صحيح. وتوقع ايضا انه الاهلي سيرد بالمثل في مباراه العوده عندما يكون تكون القاهره مسرح لمباراه الاتحاد المنستيري. اكيد والأهلي. باذن الله. ابرز لاعب في الفريق في الاتحاد المنستيري، يعني يمكن انا قريته وشفت، يمكن ابرز لاعب في الفريق هو حارس المرمى، لانه حارس منتخب تونس بشير بن سعيد. صحيح. هو الافضل. صحيح. هو الابرز في نجوم اخرين؟ هو اللاعب الدولي الوحيد تقريبا في تشكيل الاتحاد الرياضي المنستيري في المنتخب التونسي، والحارس الثاني الان اصبح تقهقر بعد ايمن دحمان الذي حارس شباك المنتخب التونسي ضد منتخب البرازيل في الوديه الاخيره، لكنه يملك اسماء اخرى. صحيح انه غادروا الكثير من الاسماء المتميزه في السنوات الاخيره، على راسها العبدلي اللي ذهب الى تجربه في السعوديه ويبدو انها لم تكتمل حين فسخ عقده قبل ان تمر شهرين على تجربته مع النادي السعودي. هناك الشيخاوي لاعب تالق كذلك بشكل مميز في الموسم الماضي، وكان من بين ابرز الهدفين، سجل خاصه في المواجهه قبل الاخيره، اعتقد في الجوله قبل الاخيره في مرحله التتويج ضد الترجي الرياضي التونسي، بالتالي يعرف كيف يزور شباك عمالقه القارب. هناك انيس بن حتيره اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي والذي عاد في تجربه الى الدوري التونسي من بوابه الاتحاد المنستيري، وكان سجل في المباراه الوديه الاخيره التي لعبت يوم الاحد الماضي بين الاتحاد الرياضي المنستيري والترجي. نعلم جيدا أن الدوري التونسي لم ينطلق بعد، محمد، واعرف انك تواكب هذا. اكيد اكيد. استغل ذلك بمواجهه الترجي الذي يبدو انه احسن اختبار للاتحاد الرياضي المنستيري قبل مواجهه الاهلي، الزميل حتى تم رائحه الاهلي ربما عبر الترجي منذ الزميل الاعلامي التونسي بديع بن جمعه، انا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، ودايما بنسعد بوجودك معنا. شكرا جزيلا الزميل العزيز الاعلامي التونسي بديع بن جمعه. وكان مهم جدا اطلاله نتكلم على مباراه الاهلي واتحاد المنستيري قبل سفر الفريق غدا باذن الله الى تونس لمواجهه هذا الفريق يوم الاحد ان شاء الله الساعه 4 مساء بتوقيت القاهره.